أمين أعطى الراس ماينه إيش أقوله أنا كيف بس هو واسع أوه أنت أمين على راسك ماينه ولا قلت تتحلك ولا قلت على راسك ماينه هاي بتسوي على روح إلا كل الأمي تروح كلها شنو هو اشتريت على كاونتر البيت والشي وبعد يوم طخوب وهم اشتريت برضه بنزل عجبني إيه بيش الناس أمي يمّا ما رخصتش خالص أنا تأسي تتسأل يمّا أتا أموتي أتا أموتي الرأس المال مالتني ويصوروا أنا تيف بس هو واسع وتمر كل الساعة أنا علم هذا ما يجوز من سوالفة كم مرة أنا قلت بشينا بشينا يمّا عادية عادية تعرفك ما بطني هاي سوالفك ما تجوز أنا أمس ترست التانكي ماي وهسه أنت جاي تخلص لي إياه وليش تشب دمر الساحة ماي؟ ها ليش؟ أنا متو نظفت البيت وشنو هاي ملابسك منقعة ماي؟ شنو هاي؟ هذا بنت وزان بوبو هذا عندي ما وزان ما وزان خوش؟ يلا بشوف يلا لا هسه هو هسه هذا الشهر هاي بالآدمي الحاتمي تتساوي وتايبز بيها أوه فصار شلون تعزم هاي المشكلة العامة. أوه بس هذا من أتساب أسامع علينا أقرن النبات الامتحان أنا يسلح القرآية بسم الله أبدأ عملي بسم الله أكل أشرب بسم الله أرقص أسبح بسم الله أكل أشرب بسم الله أنا لا أعبده إلا الله هو يحميني جل على بسم الله أبدا يومي بسم الله لا إله إلا الله أنت يقرأ أنا ما أقرأ يمكن أنت يا ينسى أو أنا لا ترى كسولي أنا أرو علي وألي أويسير كسولي وأنا سير تاتر أعطيتك مراتي إلا كل ما علي إلا كل أنا ما يقريني أموتي وأنا كلت لي علي تقرا ويا إلا اسم الفيلم علي إلا كل أمي وكل أمي أنا أموتي تكان وإلا أنا عبسي إلا عليك البيت علي أموتي أريد أقرأي وبصر أنا أنتي امتعان وكثاني وكثني أهو على شلون والله بيمشي لبشي ماما أرضي ماما حمودي ماما ليش تبكي أخوك هذا هو قال لها الدرس اللي درس وياك بوست أخوك كبير ليش ما درسه ماما ماما هذا كساب هذا بس يسوي مشاكل على ودي يصير هذا البيت كله مشاكل والله ولا هو بزاف حتى انت ما تعرفي البيت ماما خطي اخوك هذا صغير وانت اخوك كبير ليش ما تقري ماما هذا اخوي تساب وبعدين بكي هاي النهاية تشوفين وهو تساب وهو اصلا بايق لهذا هذا تساب وحتى انت ما تعرفي البيت يلا بعوض هذا الحكي هسه قوموا تغدوا وبدلوا على ود اخوكم عبوس بينتظركم ويجي ياخذكم المدرسة يلا بابا يلا اوكي بابا يلا نور يلا عبوس اخوكم هون مثل يلا تعال تكفل يلا بسحب انا ما اريد اسوي البسها ماما يلا ماما الله وياك يلا عبو سلو ما وين يلا خلني ما
ماما هو تبي تلعب بيتي اليوم حنسب الفيلم اليوم حنتعشى بالعشرة اليوم حنبت لتعبت سناني كنت بأصدقائي يما أنا ما زلت أدري ماما أنا آسفة حمودي وراح أجيب لك من اليوم أي شيء تريده وتحبه وأنا آسفة لأن هذا أخوك عبودي كان دوي كذب ويجيب كذب ويذب عليك أنا آسفة لا عمتي وانتو متابعينا لا تسووا هيك بعد ويا اخوانكم حتى تنجحون وان شاء الله كلكم تنجحون حطوا لنا لايك واشتركوا وفعلوا الجرس ونحبكم هواي ومع السلامه مع السلامه يا